ده تاست لل تي يو اي او ورياكت فيجن تاسك اتش سي اي لاب. الفكرة بتاعتنا ان احنا عندنا ماركرز، كل ماركر في نوع ان هو ممكن يكون سؤال ونوع تاني ان هو ممكن يكون اجابة. الفكرة الاساسية ان احنا لو شخص عنده باركنسونز ديزيز ومش بيعرف يمسك قلم كويس والقلم يكون ثابت في ايده، فاسهل له ان هو يمتحن امتحان ام سي كيو من ان هو يمسك حاجات زي الماركرز في ايده كده، لان مش محتاجه ان الايد تكون دقيقه قوي. طيب في السامبل اللي احنا فيه ده عندنا تو ماركرز هما سؤالين وثلاث ماركرز اجابات. احنا بنجاوب ازاي؟ ان يبقى فيه ماركر بيدل على سؤال وماركر بيدل على اجابة، ولما بقرب الاتنين من بعض البرنامج بيتشك هل الاجابة دي صح ولا غلط. مبدئيا يعني لو اليوزر حاول يمسك سؤال وسؤال او اجابة واجابة ويقربهم من بعض اكنه هيجاوب، البرنامج انا مهندل الكيس دي ان هو ما يرياكتش في الحالة دي. طيب ده سؤال اولاني، اليوزر يمسك الماركر ويقرأ كده السؤال. ممكن نحاول نجاوب السؤال الأول، ده ماركر الإجابة، ولو قربنا الاتنين من بعض بيقول إن الإجابة غلط وبيغير لون البوكس إنه يكون لونه أحمر. طيب إحنا ممكن نجرب إجابة تانية، الإجابة دي المفروض إن هي تكون صح، البرنامج فاهم إن هي الإجابة الصح. طيب ممكن نجاوب الإجابة السؤال التاني اللي موجود في الامتحان، دي إجابة من الإجابات نجربها، المفروض إن هي غلط، برنامج جاب إن هي غلط. طيب بقى نجرب دي، يبقى دي الإجابة الصح. بس كده.